من ضمن التقنيات اللي دخلناها هي التسوية الليزرية. طبعا هو جهاز موجود يقص التربة على مستوى معين، تفيدنا التسوية الليزرية بتوزيع كميات المياه بصورة صحيحة. اليوم جبنا فلاحين لهذا الحقل اللي يستخدم التسوية الليزرية، شفنا الحقل متجانس ما به فراغات، كمية البذور 45 للدونم كانت بصورة صحيحة جدا. شرحنا للفلاحين اليوم الأسمدة وطريقة إضافتها، يعني عملت أسمدة المركبة عناصرها ويمت الإضافة ماتها، إضافة الأسمدة اليوريا مواعيد إضافتها. احنا عادة الأسمدة نضيفها بثلاث دفعات، الدفعة الأولى أثناء بداية مرحلة التفرعات، الدفعة الثانية نضيفها في قمة التفرعات، والدفعة الثالثة قبل عملية الاستطالة نضيف الدفعة الثالثة. نعم، هي هاي يعني تقنية التسوية الليزرية. نعم. يمتى بديتوا يعني تطبقونها؟ التقنية الليزرية دخلت عن طريق البرنامج الوطني لتنمية الحنطة بال 2016. نعم. جابونا جهاز تسوية ليزرية، استطعنا نسوي تجارب للفلاحين ونسوي مشاهدات، مثل ما شفتوا انتم هسه الحقل اللي موجود اليوم يستخدم التسوية الليزرية، شوف كثافة الانبات ونسبة الانبات عالية جدا. وهاي اللي استخدمناه اكثر من حقل، طبعا هذا الحقل اليوم اللي استخدمنا به تقنية التسوية الليزرية. هذا كم دونم تقريبا؟ هذا تقريبا هو 80 دونم هذا الحقل. بالنسبة يعني للتكاليف وغيرها، حتى مسألة النمو، هل يعني الوقت مالتها يختلف عن السقي الاعتيادي؟ هو التكلفة، احنا عادة التسوية الليزرية نستخدمها من طي مجانا للفلاحين. نعم. بس الفلاح صاحبته يجيبها، واللي ما عنده صاحب ممكن يأجر له صاحبة، تسوية مجانية تكون. الفقرة الثانية، يفيدنا التسوية الليزرية تفيدنا بكمية المياه، تعرف احنا عندنا جفاف، عندنا قلة مياه على الفترة الأخيرة صار عندنا بالعراق، فيقللنا نسبة المياه السقي، إضافة إلى النبات يكون بصورة صحيحة بالتسوية. من يجيب المياه هو؟ شلون يستخدمها بهاي التقنية؟ هو التقنية هو المياه نفسها على المضخة، بس احنا التقنية مش أرض متساوي الأرض، يكون الماء يجي بصورة، بس إذا الأرض كانت مرتفعة يمكن حتى أصعد المرتفع لازم الماء يستعد زايد، فإذا كان أرض مستوية كمية الماء تكون مصروفة أقل. بالنسبة إلى زراعة الحنطة، تنفذ مديرية زراعة البصرة برنامج توعوي ساند إرشادي. نعم. للخطة الشتوية لزراعة الحنطة سنويا ولكل موسم زراعي. السنة هذه نفذنا العديد من الأنشطة الإرشادية على شكل ندوات ودورات ومشاهدات حقلية. نعم. في جميع قواطع الشعب الزراعية، وركزنا هذه السنة على المناطق الصحراوية بتوجيه من الأستاذ هادي مدير زراعة البصرة، حيث بلغت المساحات المزروعة وعلى للسنة الثالثة على التوالي 11,000 دونم، منها 6,000 في قاطع شعب زراعة الزبير و 5,000 في شعب زراعة السفان، وإن شاء الله الغلة تبشر بخير، وحسب الوعود والتوجيهات اللي واصل أنه الموسم الزراعة القادم إن شاء الله راح تتوسع وتضاعف هذه المساحات. بأي مناطق تم تطبيقها؟ الزبير وسفان، شعبة زراعة الزبير وشعبة زراعة السفان. حاليا بالنسبة للقاطع الشمالي، القاطع الشمالي هو أساسا زراعة الحنطة منتشرة به، بس احنا كمديرية زراعة البصرة انه لازم نواكب التطور الزراعي والتقنيات الحديثة. حاليا بدأ انتشار البادرة المسمدة، وبدأت الفلاحين يتجهون الى عمليات التسوية الليزرية، وان شاء الله احنا جادين من خلال البرامج الارشادية الى ايصال اي تقنية ومواكبة التطور الحاصل في القطاع الزراعي.